المركز الوطني المعمورة بسلا، اجتماع اعتيادي بين المدير التقني الوطني ناصر لاغيت ومساعده الأول جون بيير مورلون. 8:30 من صباح كل يوم عمل يخصص هذا الاجتماع للتقييم والتخطيط. كل ماتان ملي كنجيونا في الصباح كنديروا زعما البرنامج ديال الإدارة التقنية مع جون بيير مورلون، كنشوفوا هادشي كاع ديال التكوين ديال المدربين، لي زاكسيون ديال لو تيران، لأن الفائدات ديال المراكز ديال التكوين. لأن من دابا العام اللي داز كنا خدمنا على لي ليغ، الحمد لله دابا دوك لي بريزيدون دو ليغ والمديرين الجهويين دابا خدامين بواحد باستمرارية، ودابا بغينا نخدموا مع المراكز ديال التكوين. دونك اولا كنشوفوا التكوين ديالهم والتكوين باستمراريه داك لي ريسيكلاج، وكنشوفوا اوسي ماشي غير نكونوا ونديروا لي ديبلوم، خصنا لابد اليوم نفعلوا هادشي كلشي ونخدموا معهم على ارض الواقع. في الجهه الاخرى من المركز هناك مهمه اخرى في الانتظار، معسكر منتخب اقل من 20 سنه في يومه الاخير. المهمة تتمثل في تتبع مستوى اللاعبين قبل الانتقاء النهائي ومراقبة عمل المدرب الهولندي مارك فوتو بحضور زائر عابر هو المدرب الفرنسي فيليب خوسيه. Il y a vraiment eu une prise de conscience aujourd'hui par les clubs de former les jeunes. Oui, franchement là ça, je suis content parce que les clubs commencent à se battre pour des jeunes. دابا هاد العملية هادي كنوجدوا الفريق الوطني أقل من 20 سنة، لأن غيكونوا عندنا الإقصائيات في ماي، غادي يلعبوا ضد لو فانكور ديال سيراليون ضد لا غومبي. ودونك هادي تقريبا هادو كاع، ماشي تقريبا هادو كاع اللعابة 100% ديال اللعابة هادو كلهم كيلعبوا على الصعيد المحلي في الأندية ديال الدرجة الأولى الثانية، وكان بعض اللعابة اللي كيلعبوا في الهوات. عندنا واحد الوليد من المريرت دونك كنوجدوها باش نخرجوا واحد النخبه اللي غادي نضيفوا لها اللعابه اللي حنا عارفينهم وديجا هادي عامين وحنا كنتبعوهم اللي كيلعبوا في اوروبا. دونك عندنا تقريبا 18 لاعب اللي غيخرج مع هذا المنتخب، وعندنا واحد 12 ديال اللعابه في واحد المستوى عالي اللي غادي يشكلوا هذا الفريق باش نبداو الاقصائيات في شهر ماي ان شاء الله. المدرب الهولندي الذي كلف قبل أشهر قليلة بهذا المنتخب يبذل جهدا كبيرا لتحميس لاعبيه بالفرنسية وحتى أحيانا بالدارجة المغربية. يلا دراري. احنا الهدف هي نشوفوا شكون هما اللعبة اللي كيتميزوا باش نكونوا هذاك الفريق الوطني اللي غيبدا الإقصائيات في شهر ماي. داكوغ، غتكون عندنا واحد لادات فيفا في مارس، بغينا نمشيو بعيد في هذا الفريق الوطني وتعبروا بلي هذا الفريق راه ديالكم ماشي ديالي ولا ديال مارك ولا ديال، راه ديالكم خاصكم تحتفظوا عليه وتشجعوا. واخا ما نكونش في اللائحه خاصني نشجع صحابي باش يجيبوا واحد النتيجه ايجابيه. اوكي، كلمه كان لابد منها لتوضيح بعض الامور للاعب المستقبل. الان العوده الى المكتب، مواعيد أخرى في الانتظار. مدرب منتخب فوتسال هشام الدكيك يدقق في تفاصيل استعداداته للكأس القارية بجنوب إفريقيا. Écoute, sur ce truc-là, tu es responsable. Tu me dis que tu prends ta responsabilité sur le choix des joueurs. هادو كلهم vaccinés, كلهم. عبدينا ولبه. نعم. ça fait d'abord qu'on a réjugé. دوزنا تقريبا 14 لاعب. دونك درنا لو بوان ديال لي ستاج اللي غادي يدير، لان هو بغا يدير واحد لو ستاج اون التيتود، لان افران في نفس الالتيتود ديال لافريك دو سود. دونك اتفقنا باللي غايدير دو ستاج، واحد لو ستاج في مواد مارس واحد لو ستاج في مواد افريل، وفي هذاك في شهر 4 غادي يدير ستاج ومباشره يمشي لجنوب افريقيا للدوري. شكرا. داكور، ميرسي. شوف مع ليلى تجي، الله يخليك. الدور هذه المرة على ليلى اليوسفي المسؤولة عن الكرة النسوية في الإدارة التقنية الوطنية. موضوع الاجتماع لائحة منتخب أقل من 17 سنة والتزاماته المنتظرة. سيت إكا
متاكد مع لي كلوب ديالهم باللي في قبل الدخول ديالهم ما يكونش عندهم مشاكل. هضرت مع سيدريك عندي ديك لي سي دي ديال ماتش ديال مصر يدير لنا ديكوبي وداكشي عندهم زعما بروجيكسيون ديال تيات منا كنديرو معاهم. تصوير البرنامج تزامن مع دورة تكوينية شارك فيها مدربون منتمون إلى عصبة الغرب. المدير التقني الوطني عليه التنقل رفقة مساعده مولون لحضور اليوم الختامي للتكوين قبل اجتياز الاختبارات. اليوم كان الاختتام ديال ليسونسي اللي داروا الأصدقاء على صعيد هنايا الجهة ديال الغرب. هنا مع المسؤولين ديال الغرب نديروا الاختتام، ولكن ماشي اختتام كومبلي لان كاين امتحانات من بعد. برنامج المدير التقني الوطني لم ينتهي بعد، موعد اخر في الانتظار بمركز المعموره. عبيد ابن عيسى مدرب المنتخب النسوي الاول ينتظر الموافقه على برنامج استعداداته. دونك الماتش ديال المالي نعاود نشوفوا على لو بروغرام ديالك. دونك دابا غادي يدخلوا فوق دخلوا فوقاش لوندي ان شاء الله. دونك لو 20 لوندي 29 جوسكا جوسكو 6 ان شاء الله جوسكو 6 دونك 29-03 جوسكو 06-04 29-02 نعم 29-02 باردون 29 سمحت لي لا ميميرور تاني هذا ديك اه جست سميتها كريمه اللي حكرات على قالت لك اتونسيون راه درتو لي دات بخلفي خصك تشوف اوسي او نيفو ديال لا ميتيو كي دايره تما وي سي عندنا لو 29 حتى لو 4 سي 40 دغري 5 6 41 دغري. بعد يوم حافل تختتم الاجتماعات بتوجيهات الى سكرتاريه الاداره التقنيه الوطنيه للشروع في الإجراءات الإدارية الخاصة بالمراسلات وتنقلات المنتخبات الوطنية في انتظار يوم عمل آخر ومهام جديدة.